راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 3 من شهر 4 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نزر خلاف بين قادة الجيش بشأن المقاومة الشعبية، وفيصل محمد صالح يحذر من العواقب الوخيمة للخلافات وسط قيادة الجيش. مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم جديد على قرى بالجزيرة، وانقطاع الكهرباء والمياه في أجزاء واسعة من الخرطوم. انطلاق اجتماعات قيادة تنسيقية التقدم في أديس أبابا، ولجنة الاتصال السياسي تؤكد أن البرهان وافق على لقاء التنسيقية ولم يحدد الموعد. بدء توزيع الإقاسة لسكان مدينة الجنينة بغرب دارفور، وأوضاع مأساوية يعيشها 600 ألف نازح ومقيم في مناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلق اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ظهر الثلاثاء بفندق ريدسون بلو بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار تقدم الأولوية لوقف الحرب والاستجابة الإنسانية ووقف الانتهاكات. واعتبر المهندس خالد عمر يوسف في حديث لراديو دبنجا أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر لتطرقه لقضايا رئيسية في مقدمتها الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وكيفية مخاطبتها، كما سيتطرق الاجتماع لكيفية دفع الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وسوف تنظر الهيئة القيادية في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر التأسيسي. وأضاف في هذا الخصوص: في كل المجهودات السابقة لتقدم ظلت القضية الإنسانية القضية رقم واحد في الزيارات الخارجية اللي قامت بها وفي التقدم برئاسة رئيس تنسيقية التقدم دكتور عبد الله حمدوك. في أي لقاء مع قادة الدول المختلفين كان الملف الإنساني، ملف اللاجئين السودانيين وكيفية يعني إزالة العقبات اللي بيمروا بها. وبشأن الانتهاكات، قال المهندس خالد عمر يوسف أن قضية الانتهاكات قضية أخلاقية وحقوقية، ويجب ألا يتم استخدامها سياسيا من أجل كسب النقاط، كما دعا لرصدها بدقة وإدانتها باستمرار وتحديد مرتكبي الانتهاكات حتى لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. وجدد خالد عمر يوسف تأييد تقدم جهود لجنة التحقيق الدولية، وأضاف في هذا الخصوص: حجم الانتهاكات واسعة النطاق الموجودة في الحرب دول بتتزايد يوم بعد يوم، يعني عشان كده لازم انه تحدد ترصد، لازم انه تدان باستمرار. عشان كده احنا برضو داعمين الجهود بتاعت لجنة التحقيق الدولية عشان تحدد المرتكبين والمنتهكين وعشان ما تسقط جرائم دية بالتقادم. ناقش اجتماع تقدم في يومه الأول عمل لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية واللجنة التنظيمية وتقرير لجنة العون الإنساني لتقدم، وسيناقش الاجتماع تقرير المكتب التنفيذي، وسيقف على مجهودات اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي حيث وجه بإحالة التقرير للجنة الفرعية ومجموعات العمل. وكشف تقرير عمل لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتقدم أن البرهان وافق على الاجتماع ولم يتم تحديد الزمان والمكان. قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين في هجوم للدعم السريع على قرى كاف الحلويين طابة الشيخ عبد المحمود وقرية أبو خضرة بولاية الجزيرة. وقالت لجان مقاومة الحصى حصى في بيان أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية كافي الحلويين وأطلقت الرصاص على المواطنين مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر. وأضافت مقاومة الحصى حصى أن قوات الدعم السريع هاجمت أيضا قرية الشيخ طابط عبد المحمود مما أدى لمقتل مواطن. إلى ذلك قالت لجان مقاومة أبو قوتة
أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية أبو خضر ريف العوامرة وتسببت في مقتل شخصين من شباب القرية وإصابة 4 آخرين. قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق أن تصريحات ياسر العطا بشأن المقاومة الشعبية تؤكد أن الخلافات داخل قيادة الجيش وصلت مرحلة المواجهة العلنية، وحذر في مقابلة مع راديو طبنج من خطورة الانقسامات التي يمكن أن تتطور إلى حرب بين فصائل وتكوينات عقائدية والمقاومة الشعبية، مبين أنها يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات في الوصول إلى سلام. وقال أن وجود كتائب مجاهدين في المقاومة الشعبية هي سبب الخلافات، مبين أن هذه الكتائب مرتبطة بالحركة الإسلامية وتتلقى تعليماتها السياسية منها، وأشار إلى أنه في حال حدوث خلافات بين الجيش والحركة الإسلامية فإن هذه الكيانات ستنحاز إلى تنظيمها. وأضاف في هذا الخصوص: الخلافات وصلت مرحلة مواجهات علنية، ودي يمكن فيها خطورة. إذا الجيش انقسم هتكون تاني في حرب غير الحرب، لأن الأساس بين الجيش والدعم السريع هتكون في حرب بين فصائل مختلفة وبعضها تكوينات عقائدية وكذا داخل المقاومة الشعبية مع مجموعات من القوات المسلحة، فالأمر خطر جدا. دعا فيصل محمد صالح للتعامل الحذر مع تصريحات ياسر العطا لأنه اعتاد الارتجال وقول أي شيء دون أي التفكير في انعكاساته، وأوضح لراديو دبنج أن المساهمات السياسية في الفترة الانتقالية كانت محصورة وسط البرهان وكباشي، وأن العطا كان دوره محصورا في الجانب العسكري، وأكد أن أي خطوة يقدم عليها كباشي تتم بموافقة البرهان. وأضاف في هذا الخصوص: ياسر العطا اعتاد على أنه يتحدث أي شيء، يعني هو من نوع العسكريين الحاجة في رأسه في اللحظة اللي هو فيها يقولها بغض النظر عن أنه اليوم الثاني أو الثالث انعكاساتها شنو أو إن ذاتها حتتحقق أم لا. يعني ممكن يصدر غرارات وتوجيهات وكده أثناء خطابه والموضوع يمشي عادي، طبيعته كده في الخضابة. يعني اعتبر الصحفي والمحلل السياسي فائز الزاكي أن السياق الأقرب لتصريحات ياسر العطا هو أن هناك خلافا بدأ يظهر داخل قيادة الجيش، وقال لراديو دبنجا أن بروز مثل تلك الخلافات أمر طبيعي بالمقارنة مع تجارب دول أخرى. وأضاف لراديو دبنجا: لكن السياق الأقرب أنه يمكن أن يفهم من هذا أن هناك خلاف بدأ يتصاعد الآن داخل قيادة الجيش، وهذا طبيعي طبعا قياس لتجارب أخرى في دول أخرى شهدت حروب قبلنا، سواء كانت في القارة الأفريقية إشارة إلى الصومال أو إلى دول أخرى، الدول العربية في سوريا وفي غيره. وكان مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا شدد على تمسك بالمقاومة الشعبية، داعيا لعدم الالتفات لما يقال حول المقاومة الشعبية واعتبرها كلمات تسحب مع الريح. نفى مواطنون من كتم بولاية شمال دارفور حدوث أي قصف جوي في المدينة يوم الاثنين، موضحين أن آخر عمليات قصف بالمنطقة كانت قبل أسبوع، حيث سقطت قاذفتان غربي معسكر كساب دون إحداث أي أضرار. وقال مواطن من كتم لراديو دبنجا أن طائرات الاستطلاع تحلق في المدينة بشكل مستمر وتؤدي إلى حالة من الرعب والهلع بالمدينة، وأوضح أن قوات الدعم السريع حركت عددا كبيرا من المركبات من المدينة والمناطق المجاورة باتجاهات غير معلومة، وأشار إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المدينة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص: الواقع الجانب الأمني التحركات بتاعت الدعم السريع يعني مخيفة للمجتمع. يعني بالأمس كان التحرك لا بعد منه التحرك، يعني الدعم السريع تحركت أمس ما لا يقل عن 200 عربية متجهة إلى باشر. كشفت لجان مقاومة رفاعة عن تزايد الانتهاكات وعمليات الصلب والنهب من قبل قوات الدعم السريع داخل مدينة رفاعة، وأشارت إلى ندرة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية. وقالت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع ما زالت تفرض أتاوات باهظة على الباصات السفرية. وذكرت مقاومة رفاعة أن المدينة تعاني من قطاعات في الكهرباء تصل إلى 18 ساعة، كما يعاني المواطنون من انعدام الأدوية بعد نفاذ المخزون. أكدت منظمة الهجرة الدولية عن مقتل 21 شخصا وإصابة 25 آخرين خلال هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قرى المناصرة والسود وواد أبو آمنة بولاية السنار يومي الجمعة والسبت. من جهتها كشفت الأمم المتحدة عن أوضاع إنسانية قاسية يعيشها 600 ألف نازح ومواطن بمناطق الحركة الشعبية قيادة الحلو بجنوب كردفان
والنيل الأزرق. طالب النازحون في مراكز إيواء بورت سودان بولاية البحر الأحمر بإيجاد المعالجات اللازمة لقضية إيوائهم قبل فتح المدارس في 14 أبريل المقبل. وقال النازحون في مراكز مدرسة السكة حديث أنهم تلقوا مساعدات مادية وعينية من مختلف المنظمات بجانب برنامج علاج للأمراض المزمنة وتوفير الفحوصات الدورية والعلاج المجاني. ويأوي المركز 600 أسرة و250 فرد. من جهة أخرى أعلنت جامعة البحر الأحمر استئناف الدراسة في كليتي الهندسة والآداب والعلوم الإنسانية في منتصف أبريل الجاري. وأضاف نازح من المركز في هذا الخصوص: ويتمنى الجميع طبعا هذه الأيام يسمعونا بفتح المدارس، وهذا الموضوع يرغبهم جدا جدا، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين بتوفيق أوضاعهم، ثم من بعد ذلك يتم قرار فتح المدارس وغيره إن شاء الله. بدأت بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور عمليات توزيع الإقاسة التي وصلت إلى الولاية منتصف الأسبوع الماضي عبر معبر أدري الجنينة. وقالت لجنة طوارئ غرب دارفور أن ليا مجتمعية والمانحين باشروا توزيع الإقاسة في الوحدات الإدارية الثلاث: الجنينة، أردمتة، وأمدوين. وذكرت أن المواد التي تم توزيعها هي زيت قرص، عدس، وملح، مبينة أنه من المتوقع أن يشمل التوزيع 1000 أسرة بوحدة أمدوين الإدارية. وقال مقرر غرفة الطوارئ على الدين بابكر لراديو طبنق أن الكميات التي وصلت غير كافية لتغطية حاجة سكان الولاية للغذاء. وأضاف في هذا الخصوص: تم التوزيع لثلاثة وحدات إدارية في الجنينة، وحدة الجنينة الإدارية، ووحدة أمدوين، ووحدة أردمتة. بيستهدف التوزيع الفئات الضعيفة والأكثر تضررا، تحديدا الأرامل وكبار السن والمطلقات. نعتقد في غرفة الطوارئ في أن الكميات اللي وصلت غير كافية. يعتبر الناشط في مجال العمل التطوعي والإنساني كرار عبد الرحيم النور أن تباين المواقف السياسية والعسكرية بين المكونات العسكرية للقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح أضر بالمواطن السوداني بصفة عامة والدارفوري بصفة خاصة. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الخلافات أدت إلى توقف الطوف الذي كان يحمل المساعدات للمحتاجين من أغذية وأدوية وغيرها، مؤكد أن توقف الطوف والتباينات التي حدثت بين المكونات تسببت في ندرة وشوح وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنسانية بما فيها الأدوية. وأضاف لراديو دبنجا: تباين المواقف السياسية والعسكرية ما بين المكونات العسكرية في دارفور أضرت بالمواطن السوداني والدارفوري بصفة خاصة ضرر بريء جدا، وتمست وتجسد في ندرة وشح وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنسانية وبما فيها الأدوية. ده الوضعية الحاصلة بالضبط. جدد تحالف التغيير الجزري إدانته لطرفي الحرب، مبين أن أكبر انتهاكات الجيش يتمثل في دفع المدنيين للتسليح وإعادة إنتاج الميليشيات الإسلامية والقبلية بجانب أعمال القصف العشوائي على مدن ومناطق سكنية تتضرر منها منازل وأرواح المدنيين، كما أدى ممارسة الدعم السريع لأعمال القتل والاغتصاب والتهجير والعنف الممنهج بجانب النهب المنظم للمنازل والممتلكات. وقال أن الحركة الإسلامية عملت على توسيع وتعميق سلطتها المختبئة خلف جنرالات لجنتها الأمنية وتقدم قادتها لمركز القيادة، كما أشار إلى الإعداد المتناسق لسيناريوهات التدخل الخارجي كبديل لفوضى الداخل. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت غرفة طوارئ بحري ظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في مدينة بحري، مشيرة إلى وفاة إحدى الحالات مؤخراً. وكشف مواطنون أن توقف تام للعمليات الحربية في جنوب ووسط وشرق الخرطوم منذ أسبوع، وتشهد أحياء البراري بالخرطوم أزمة مياه حادة بسبب انقطاع التيار الكهربائي إلى اليوم 13، كما شهدت أسعار الخضروات بجنوب الخرطوم ارتفاعا كبيرا بسبب تأثير انقطاع الكهرباء على عمليات الري. وشكى مواطنون من حالات نهب وسلب متكررة في السلمة بجنوب الخرطوم تحت مرأى ارتكازات الدعم السريع. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.